يترقب العراقيون يوم العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، متطلعين لانتخابات نزيهة بعيدا عن الضغوطات والتلاعب والتزوير. مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار أجرى محاكاة لعملية الاقتراع الافتراضي في 72 مركزا انتخابيا موزعة في عموم مناطق المحافظة، من بينها مركزان للاقتراع الخاصة للتأكد من صلاحياتها للعمل وخلوها من المشكلات الفنية. هذه المحاكاة الثانية هي استعدادا ليوم الاقتراع العام الذي سيجري يوم 10/10. المكتب على كامل الاستعداد لإجراء عملية الاقتراع. حقيقة جرت العملية بكل سلاسة، صوت فيها موظفي التسجيل في مراكز التسجيل، أيضا تم تدريب الموظفين، تم فحص الأجهزة، تم تهيئة كل المستلزمات. يعني هذه كيوم اقتراع العام، يعني شيء تجريبي ليوم الاقتراع العام. يوجد هناك أجهزة بديلة، بالإضافة إلى وجود هناك فنيين مختصين بمعالجة وجود أي خلل حال وجوده. حقيقة احنا نطالب بمفوضية الانتخابات بعدم تأجيل الانتخابات، لأن الأمور هسه دا أشوف كلها ماشية، وهاي المحاولة الثانية لعملية المحاكاة. ونفس الوقت يعني نطالب بأنه لا تصير نفس المشاكل اللي صارت بالانتخابات البرلمانية السابقة. المحاكاة تجربة مهمة لاختبار دقة وفعالية الأجهزة الإلكترونية، وهي عملية اختراع مصغرة يصوت من خلالها ببطاقات حية تابعة لموظفي المفوضية. مفوضية الانتخابات عملها جيد، وهذه المحاكاة اللي تمت ترسل رسالة واضحة لكل المرشحين وكل الأحزاب أنها على أهبة الاستعداد في اليوم المحدد، لكن للأسف هناك الكثير من الأحزاب اللي فقدت قاعدتها الاجتماعية ووجودها تمثيلها السياسي اللي كانت تطمح إلى قبل هاي الدورة من خلال التزوير ومن خلال الطرق الغير مشروعة. أصبحت هذه الأحزاب تنادي وتطلب التأجيل، فما فائدة التأجيل؟ المواطن أصبح واعي، وأصبح المرشح حتى المواطن بعد ما ينظر إلى الكتلة أو الحزب المنتمي، إلا المرشح ينظر لوطنيات المرشح واستحقاقات المرشح. عملية المحاكاة هذه هي الثانية التي تجرى في مكتب المفوضية في الأنبار، إذانا باستكمال المفوضية معظم استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر. عمر محسن، قناة دجلة الفضائية، الأنبار.